أيكم من جديد في فير بلاي، الملعب التونسي ضد التعاقدات على بكري الموسم هذا او انتدابات اللاعب السابق المتألق اللي كان مع الاتحاد المنستيري اللاعب الدولي الاولمبي السابق حسن المسعدي، موجود معنا بالتليفون. حسن، نحكي مع تعاقد جديد هذا. حسن، اهلا بيك. مرحبا بك سلام، ومرحبا بالساده المستمعين. خويا ان شاء الله مبروك، نقول لك كونترا جديد وكل شيء بالبركه ان شاء الله. عاشق خويا سلام وبارك فيك. مفاجأة شوية اليوم، ما توقعناش فما تعاقدات بعد هذه. الملعب التونسي بدا على بكري، كيفاش صار الكونتاكت بينك وبين ستاد؟ احكي لنا على التفاصيل احسن. ولا جاو برشا عروض سلام، واحد حب يركز على بكري يقرر مصيره وين على بكري، وسيرتو ستاد كي يجيك اوفر من ستاد ما تنجمش ترفضه. ستاد جمعية كبيرة، جمعية عندها بروجي قدام. كي جا لوفر حاجة عجبتني برشا، نحس روحي نجم نجح في الستاتينيزيان، دونك ما فماش علاش باش ما نوافقش على الستاتينيزيان. احكي لنا شوية على الكونترا، شوية تفاصيل، قداش المدة؟ زوج مواسم خويا سلام. تفاصيل مالية بالطبيعة مش نعرفوها. أكيد سلام، أنت تعرف الحاجات هذوما، دونك نجم نقول لك اللي زوج مواسم مع الملعب. باهي، علاش اخترت الاستاد أحسن؟ ولي بون سلام، استاد عند بروجي دي، نحس اللي فما بروجي قدام، سيرتو الاولاد تو متكلاسين الرابعين، معناها نجمو نمشيو حاجه العام الجاي كاف حاجه كيما هكا. استاد تونيزيان نحس اللي عنده بروجي قدام، عجبتني الفكره، وكما قلت لك ما فماش علاش باش نرفض اوفر من الملعب التونسي. معناها باش تكون موجود مع عوده الشامبيونان، باش تكمل معاهم الشامبيونان السنه. باش نكون كان في مكان بعد الجورنيات اللي مازال هذوما، انا باش نكون مع الاولاد، باش نكون حاضر في ايام ورا مع الاولاد وكل شيء، وان شاء الله ربي يوفقهم وسيزون جديده ان شاء الله نكون حاضر. كيف بدات الاتصالات احسن؟ شكون كلمك وقتاش بدات؟ والله بون صار اتصال من سلام ابو الاثنين، كل شيء حطني في كونتاكت مع سي جلال وكله، دونك كيما قلت لك جاوني برشا عروض اخرين، اما ما نجمش نحفظ العرض نتاع الملعب التونسي، دونك عرض بي عرض نحط روحي نجم نجح في الملعب التونسي. وواحد باش يعرف سلام، واحد يحط مخه على بكري ويخمم على بكري وكل شيء، ويبي يحضر الموسم نتاعو جديد. انت كنت كلي تبعت شوي على الكره في تونس بعد ما كنت متالق مع الاتحاد المنستيري احسن؟ عديت عدة مواسم على الملعب التونسي بعد صارت لي سابق كل شيء، بعد مشيت قررت الموسم الفارس لعبت في نادي في الامارات وكل شيء، نادي التعاون، عملت موسم غاديك رجعت الفورم، عملت موسم ممتاز برشا، وقررت السنه باش نرجع ونقرب بحض العائله وبحض الفاميلي والبطوله، وحشت الاجواء البطوله التونسيه وكل شيء. الخروج من مستير كان شويه نقاط استفهام، ولا شنو صار؟ حكينا شويه شنو صار وقتها احسن. والله بون عدة تفاصيل هما صاروا وقت مع الاتحاد المنستيري، توا حكايه وفات واحد باش يرجع توا يخدم في جمعيه اسمها الملعب التونسي، ان شاء الله ربي يوفقني وان شاء الله نقدم الاضافه اللي يستنوا فيها الملعب التونسي الكل. وتفضلت المشكله نتاع وقتها تخلوا عليك في الاصابه، ولا مازالت مقلقتك شويه الحكايه؟ لا لاباس سلام، حاضر وكل شيء، ولعبت اضافه وقت عم ناول نلعب في الامارات وكل، عملت موسم ممتاز، معناه موسم باهي برشا وكل شيء، والحمد لله لدي توا راني قلت لك حاضر 100% ان شاء الله باش نعاون الاستاد والناس الثانيه. شنو هو الاهداف نتاعك مع الاستاد احسن؟ كما قلت لك سلام، الملعب التونسي قلت لك جمعيه كبيره عندها بروجي قدام، الاولاد توا من 30 ل 40 ان شاء الله يكملوا هكا، وان شاء الله العام الجاي معناه كما قلت لك نلعبوا كاف، نلعبوا حاجه هكا ونفرحوا جمهور الملعب التونسي، وملعب التونسي جمعيه كبيره وشارف لي اللي باش نقام في الملعب التونسي. انت حكيت على جمهور الملعب التونسي، خليك في الاخر كلمه تقولها جمهور الملعب التونسي. جمهور الملعب التونسي نوعد ان شاء الله باش نكون عند حسن الظن، وباش نقدم الاضافه المرجوه مني، وان شاء الله يشوفوا مني كان خير. يعطيك الصحه احسن المسعدي، وبالتوفيق ليك ان شاء الله في تجربتك الجديده مع فريق باردي ومع البقلاوه ان شاء الله. نحن مازال مواصلين في زونيكس حتى الخمسة متاع العشية. بعد شوية أزمة في نادي حملم في اللاعب محمد أمين النفزي والرئيس النادي فضل بن حمزة، نحكي عليها كل التفاصيل بعد شوية باش يكون معنا الزوز.